طيب خلينا نروح بقى للتشكيل المتوقع للانتاج الحربي وليس التشكيل الرسمي. التشكيل المتوقع يمكن كابتن مختار مختار طريقه لعبه بكل تاكيد، يعني كابتن مختار قدام النادي الاهلي 4-3-2-1، وانت مغمض عينك كده قدام الفرق الكبيره 4-3-2-1 دايما بيلعب بليبرو في وسط الملعب، ودايما بيلعب دفاع كومباكت او دفاع منظم، وبيعتمد على الهجمات المرتده في ظهر الظاهرين، وبيسموها شجره الكريسماس اللي هي الثلاثه الارتكاز دول. يمكن في حراسه المرمى عامر، وكان واحد من افضل الحراس في الموسم الماضي، الاثنين المساكين محمد بازوكا ومعاذ الحين، الباك اليمين سيد شبراوي وده كان بيلعب في اسوان، احمد شديد قناوي وهو بيواصل برضه تالقه كل سنه بيبقى واحد من افضل الباكات الشمال في الدوري، ما بياخدش حقه بصراحه اعلاميا، حتى هنتكلم دلوقتي على خطورته في المباراه الاولى. يمكن هو بدا المباراه اللي فاتت بالثلاثه الارتكاز، كانوا محمود عادل وغنام محمد وكريم ومحمد فييرا، محمود عادل ومصطفى الجمل ومحمد فييرا. المباراه دي اتوقع ان هو هيدخل ايمن الطرابلسي اللي هو القادم من النجم الساحلي بنسبه كبيره. ليه؟ لان هو اداله في المباراه الاولى في الشوط الثاني من اول دقيقه، فواضح ان هو عايز يجهزه للمواجهه دي. ايمن الطرابلسي ده كان بيلعب في النجم الساحلي، هو منتقل اعاره موسم للانتاج الحربي، هو مميز، يمكن احنا معانا فيديوهات ليه، هو مميز بان هو لعيب قطع كرات، لعب قدام نادي الزمالك مع النجم الساحلي، لعيب عامل زي حسام عاشور كده اللي هو بيقطع كوره وبيسلم، لعيب قوي برضه بدنيا، عنده خبرات، بيلعب في النجم الساحلي، لعب دوري ابطال افريقيا، لعب كونفدراليه، لعب دوري تونسي. هو اللي قدامنا على الشاشه، يمكن معانا بعض اللقطات ليه، ده كان قدام نادي الزمالك، هنلاقي السهم كده بيجي عليه كلون اخضر اول ما بيلمس الكوره اهو، واضح ان هو لعيب. يعني كابتن مختار النهارده بكل تاكيد هيلعب بثلاثه ارتكاز، فاكيد ايمن الطرابلسي حتى لو ما بداش هيكون له دور في الشوط الثاني، لان ايمن الطرابلسي القادم من النجم الساحلي لعيب ارتكاز دفاعي مهم جدا. ايوه، فكابتن مختار برضه عينه حلوه في الاختيارات خاصه في الافارقه، النهارده خطوره الانتاج الحربي كلها في الاربعه افارقه بتوعهم. هنتكلم لما نوصل لهم هنتكلم عنه. يمكن ايمن الطرابلسي ده اللي قدامنا على الشاشه لقطات ليه، لعيب بيعرف يسلم، عنده الرؤيه، ولعيب قاطع كرات كويس، يمكن دي المباراه. بيلعب في نادي كبير كمان. في النجم وده الساحلي. وده بيفرق، خلي بالك. وقادم من يعني اعاره موسم. اعاره موسم. بص حضرتك، لا اللقطات ليه برضه بيسلم، ودي كانت قدام نادي الزمالك. ده مصطفى فتحي وباسم مرسي وكهربا. يمكن دي بعض اللقطات لايمن الطرابلسي، الاثنين الارتكاز التانيين مصطفى الجمل ومحمد فييرا. محمد فييرا القادم من بتروجيت. اللعيب اللي كان بيلعب طرف هو كابتن مختار بيوظفه كارتكاز ثالث. تمام. يمكن هو عندهم الاحتياطي برضه غنام محمد وكريم لالا، يمكن هو الثلاثه الارتكاز اللي هم الثلاثه اللي في وسط الملعب. واحد بنكهه دفاعيه بحته اللي هو ايمن الطرابلسي، على اليمين مصطفى الجمل، وعلى الشمال اللي بيبقى ناحيه الشمال ده بيبقى هجومي نوعا ما. فبعض الناس تشوف طريقه الانتاج في بعض الاوقات ان هي بتتحول ل 4-2-3-1. ليه؟ لان الارتكاز الثالث ده هو اللي بيحاول بيخش كصانع العاب، والطريقه تتفرد كده يتحول ل 4-2-3-1 بدخول اللعيب الثالث ده اللي هو محمد فييرا او كريم لالا اللي هو الاحتياطي بتاعه. فدول الثلاثه الارتكاز بتوع الانتاج الحربي. الاثنين الاطراف المهمين جدا واخطر اثنين لعيبه في الانتاج الحربي على مستوى السرعات، مامادو نياس اللعيب الجناح الموريتاني اللي كان بيلعب في الدوري اللبناني، ده اللي هيلعب النهارده في ظهر علي معلول. مامادو نياس اللي بيلعب ناحيه اليمين، وموسى ديوارا طبعا كلنا عارفينه من السنه اللي فاتت، لعيب سريع ولعيب قوي جدا بدنيا واتطور بشكل كبير جدا. والمهاجم قدام محمد رجب، دايما بصمه كابتن مختار مختار في كل موسم ان هو بيصنع فراوده، بيجيب المهاجم كده تحس ان هو بيبقى المهاجم ميت يحيي تاني. حصلت مع خالد قمر، حصلت مع اكتر من مهاجم، يعني خالد قمر، حصلت مع محمد رجب، حصلت حتى مع عمر السعيد مهاجم نادي الزمالك، اكتر من كاسونجو مع الاتحاد السكندري، اكتر من حد. كابتن مختار دايما بيصنع المهاجمين، عنده الميزه دي ان هو مهاجم بيبقى عليه كده تحس ان هو عليه رمل او غبار بيشيلها من عليه ويخليه مهاجم بنكهه الهداف، دايما تلاقيه من هدافين الدوري. ده يمكن ميزه كابتن مختار. يمكن احنا قلنا هو دايما بيعمل كثافه عدديه في وسط الملعب بالثلاثه الارتكاز اللي بيعملهم، وبالتالي النهارده عشان تكسب كابتن مختار مختار لازم تشغل الاطراف. والنهارده اصلا ميزه طريقه فايلر ان هو طريقته اصلا بتعتمد على الاطراف، علي معلول واحمد فتحي او محمد هاني اللي هو في ناحيه اليمين وناحيه الشمال. فانت النهارده مهم جدا ان انت تشغل الاطراف. ليه؟ لان انت بتلاعب فريق هيقفل لك العمق بثلاثه ارتكاز، دي طريقه كابتن مختار مختار. ماشي، تمام. ده يمكن اول حاجه الكثافه العدديه اللي بيعملها في وسط الملعب. الحاجه الثانيه ان انت عندك جناحين مهمين جدا زي ما قلنا، مامادو نياس. طب خلينا نبدا بقى الصور على طول عشان الناس برضو وهي اول صوره معانا، يمكن دي الجبهه اليسرى الخطيره اللي فيها عرضيات احمد شديد قناوي. أيوه. ودي اللي حذرها ريني فايلر من لعيبه النادي الاهلي من الجبهه دي. ريني فايلر
تمام. خلينا نشوف الصوره. اتفضل. عرضيات احمد شديد قناوي طبعا، دي اول حاجه الجبهه الشمال زي ما احنا شايفين على الصوره، احمد شديد قناوي ده يمكن الكوره اللي جا منها الهدف. احمد شديد قناوي عمل العرضيه لممادو نياس اللي هو الجناح اليمين، يمكن ممادو نياس ده هيلعب في ظهر علي معلول، يعني بص حضرتك هتلاقي ممادو نياس ناحيه اليمين واحمد شديد قناوي هو ده. احمد شديد قناوي واحد من افضل الباكات الشمال دايما، بيبقى بيقدم مواسم كويسه. أيوة. ولاعيب عنده خبرات كبيره جدا ولاعيب النادي الاهلي السابق. طبعا لازم نخلي بالنا من الجبهه اللي فيها احمد شديد قناوي، اول حاجه جه منها هدف من عرضيه، والصوره اللي بعدها هنلاقي ان هو تسبب، دي الصوره اللي بعدها دي اللي هي اتعملت عرضيه ومادو نياس واضح ان هو لمسته للكره حلوه. أيوة. لف بالمدافع وعمل لفه حلوه جدا في الاستلامه ودوران وسجل جون. الصوره اللي بعدها نبص نلاقي اهي احمد شديد قناوي بيتسبب في ركله جزاء لصالح الانتاج. اذا احمد شديد قناوي بيمثل نقطه قوه كبيره للانتاج الحربي في الجبهه اليسرى، لعيب عنده خبرات. يعني لو بصينا حتى على ارقامه هنلاقي